احنا في مجموعه بحر البخور العطور نفتخر بهذا الانجاز ونحمد الله عليه، ونحن امام تحدي كبير على تطوير مفهوم العطور في المنطقه، وايضا ابراز اسم الامارات عاليا في هذا المجال على مستوى العالم. واهدي هذا النجاح والانجاز الى الحكومه رشيده وشعب الامارات وهذا الوطن المعطاء واهلي الاقربين وفريق العمل. ونحن امام تحدي كبير على المحافظه على التقدم والانجاز في هذا الوطن المعطاء وفي مجالنا اللي احنا مختصين فيه، مجال العطور والبخور.